أهلا بكم مشاهدين الأفاضل إلى حلقة جديدة من حديث الجزائر. 9 أيام من الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والعدو الصهيوني بعدة مناطق من غزة والضفة الغربية خلفت إلى غاية اللحظة أزيد من 2750 شهيدا ونحو 10800 جريح، مقابل أزيد من 1400 قتيل وما يقارب 3500 مصاب صهيوني. المقاومة الفلسطينية ما زالت صامدة تواجه عدوان المحتل الصهيوني الغاشم بكل ثبات وقوة، رغم حملة الدعم اللامشروط التي تستفيد منها حكومة نتنياهو من قبل الدول الغربية. فما الجديد في عملية طوفان الأقصى؟ وهل ستتحرك أطراف خارج فلسطين لنصرة قضية الأمة؟ كل هذا وأكثر بعد الفاصل. للتحليل والنقاش في الموضوع معنا في الاستوديو الاستاذ عبد الرحمن السعيدي الكاتب والمحلل السياسي، اهلا وسهلا بك استاذ سعيد. وايضا دكتور صالح الشقباوي الاكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، اهلا وسهلا بك. اهلا يا اخي رمزي، شكرا. وايضا معنا من القدس الدكتور امجد شهاب، اهلا وسهلا بك الدكتور امجد شهاب المحلل السياسي. تحياتي لكم ولضيوفكم ولجميع السادة قناتكم الكريمة. شكرا. إذن أبدأ معك أستاذ أمجد. بداية، يلحظ بوضوح تشكل توافق دولي وإقليمي حول أو على منع توسع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط، أي دلالات لذلك ومن المستفيد؟ نعم، هناك توافق ملاحظ. لا ترغب الولايات المتحدة باتساع المواجهة على مستوى إقليمي، لكن هناك إصرار ببدء العملية البرية، وهناك إسرائيلي مهما كان بدخول قطاع غزة ورفع العلم الإسرائيلي على مدينة غزة والتقاط الصور لكي تنتزع أي انتصار للمقاومة. هذا لا جدال به، رغم أن الوضع الداخلي منقسم وأن هناك أصوات كثيرة بدأت تعلو بشكل واضح جدا بجدوى هذه العملية وبالثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل دخول قواتها واجتياحها لقطاع غزة. أيضا هناك إشكاليات كثيرة أيضا في المشاريع التي طرحت، اعتبروا منذ البداية بأنها فرصة يمكن من خلالها تشويه صورة المقاومة الفلسطينية، وأيضا فبركة إشاعات بأن هناك عمليات انتهاك للقانون وعمليات قتل جماعي مارستها قوات المقاومة، وأيضا عمليات اغتصاب وقتل أطفال وقطع رؤوس للأطفال وحرق للجثث. بدأت هذه الصورة تنكشف بشكل واضح جدا بأن هناك تناقضات كبيرة جدا مع الواقع، وأيضا من جهة أخرى مع الرواية الرسمية، وأيضا من خلال المقابلات التلفزيونية التي قامت بها حتى التلفزيونات الإسرائيلية التي تتناقض كليا مع الرواية الرسمية بأن قوات المقاومة كانت تلتزم أخلاقيا في أكثر من مقابلة، سواء كانت أحد الشهود الذين كان في وضع رهينة مع قوات المقاومة بأنهم تعاملوا معه بنسبة أخلاقية عالية جدا، وخاصة أنهم كانوا يحاولون أن يحموه من إطلاق النيران من الطرف الإسرائيلي، وأن الطرف الإسرائيلي قام بقتل الرهائن من أجل قتل المجاهدين الفلسطينيين في هذه المعركة. أيضا هناك شهادات أخرى تتناقض كليا مع الرواية الإسرائيلية. بشكل عام المعركة الإعلامية بدأت إسرائيل تشعر بأنها بدأت تخسرها على المستوى الدولي، وأن عملية شيطنة المقاومة الفلسطينية أصبحت بدون جدوى، وأن وعلى المستوى المعركة السياسية هناك تحركات شعبية كبيرة جدا لأول مرة في المدن الأوروبية تشكل ضغطا على الرأي العام على المستوى السياسي. هناك ضغوطات بأن تتم العملية العسكرية بأسرع وقت. كان هناك توقعات
من المجتمع الصهيوني الداخلي بالتعطش لقيام هذه العملية من اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، ولكن تأخر هذه العملية لضعف المعلومات الاستخبارية عن قدرة المقاومة على الصمود، وأيضا كانوا يتأملون بأن عملية قطع الماء والكهرباء والأغذية قد يؤثر على معنويات المقاتلين، وقد يكون هناك بوادر عملية أو التفكير في عملية استسلام. وجدوا أن الأمور تختلف كليا، وأنه بعد 9 أيام من القصف ومن التدمير، خاصة بأنهم استخدموا أكثر من 6000 طن من المتفجرات، ما زالت صواريخ تنطلق بكثافة على المدن الإسرائيلية، وهناك تحدي واضح جدا من قبل المقاومة، وهناك أيضا تسريبات بمدى جاهزية المقاومين الفلسطينيين رغم الظروف ورغم البقعة الجغرافية الصغيرة الضعيفة ورغم الفجوة الضخمة الكبيرة بين الإمكانيات الاحتلال وأيضا دخول أمريكا على الخط، كأنهم يقاتلون دولة عظمى ولا يقاتلون بقعة جغرافية محاصرة. واضح أستاذ أمجد، واضح. إذن أستاذ سعيدي أمر إليك، رغم ذلك كانت هناك مواجهات مباشرة أكثر حدة بين حزب الله وجيش الاحتلال الصهيوني في الجبهة الشمالية، أي تأثير لدخول حزب الله على خط المواجهة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للدعوة. أولا هذا من التخوفات اللي تضغط على الكيان الصهيوني وعلى حلفائه، وهو الجبهة الشمالية أو جنوب لبنان، وهناك مواجهات وقصف. الآن سمعنا أن منطقة من إلى 9 كيلومتر إلى غاية الحدود اللبنانية صارت منطقة عسكرية، وحشدت لها كيان صهيوني كل القوى وكل الرصد وكل عمل، ويقع تسلل لمقاومين من المقاومة الفلسطينية من سرايا القدس وكتائب القسام وحتى من حزب الله، فهي عبارة عن نقوله تهديد قائم، بمعنى ليس مجرد على مستوى الخطاب إذا تم غزو غزة سنتدخل، لا بالعكس بدأ عملية تدخل. وثانيا أن الكيان الصهيوني ضرب الجبهة اللبنانية لاستفزاز حزب الله لكي ينخرط وينجذب، ولكن الآن عملية كأنها تحضير للهجوم، وهذا ما يزيد في قلق القوات الإسرائيلية، وهي تحضر الاجتياح البري في غزة لأنها تبقى كان منشغلة بجبهتين. الآن الشيء الذي لابد أن نشير إليه أن بالقياس بالحروب السابقة للكيان الصهيوني عندما كان يستهدف غزة، بمعنى كان الطيران لا يقصف أكثر من 4 أيام، أربعة إلى أقصى لم يثبت 5 أيام أنه شد عمل قصف ويجي بعده الاجتياح. الآن في اليوم 9 وما زال يقصف، والاجتياح البري 3 أيام، وأنا نسمع أنه أن الضوء الأخضر موجود وحشدت القوات وكل الوسائل، وهذا التخوف الكبير من الاجتياح البري. أستاذ سعيدي، أستاذ شقباوي، مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان قال إن بلاده قلقة من حزب الله والقوات القريبة من إيران، أي رسالة يبعث بها؟ طبعا هو يحاول ألا تمتد الحرب وتتوسع، وبالتالي ألا تدخل قوى إقليمية على هذه الحرب، لأنه كما نعلم يا أخي أن هذه الحرب يعني وقعت في ظل تعدد قطبي وليس في قطب واحد. يعني هناك أيضا فشل أمريكي حقيقي في استقطاب القيادات العربية للموافقة على الحرب البرية أو الحرب الانتقامية التي تقوم بها إسرائيل، وبالتالي هذا الفشل يعني زاد في رصيد المقاومة وفي رصيد الشعب الفلسطيني الذي يئن ويصرخ من القتل، لأنه المخطط الأمريكي الذي كان أو تنفذه الآن إسرائيل مخطط تهجير، مخطط نكبة ثانية، مخطط إنه الفلسطينيين في غزة يذهبوا إلى سيناء ويقيموا الوطن البديل
والفلسطينيين في الأردن يذهبوا والفلسطينيين في الضفة يذهبوا إلى الأردن ويقيموا الوطن البديل. هذا الكلام فشل. المقاومة صامدة، الشعب لم يتزحزح نهائيا. أيضا مصر موقفها صلب وموقف قومي وعروبي تشكر عليه، لم تقبل بفتح الحدود. فبالتالي هذه المتغيرات الجيوسياسية فرضت على العقل الأمريكي أن يتراجع، وعلى العقل الإسرائيلي أن يعد للعشرة. لماذا الآن أجلت الحرب البرية؟ للعلم. ولكنه لا يزال مستمر في القصف الجوي. تمام، لكن الحرب البرية أجلت. البارحة كان القرار على مستوى الكابينت المصغر، الخمس وزراء كانوا أخذوا قرار أن يجتاحوا. جاءهم الأمر من أمريكا، توقفوا تريثوا. وصحيفة اليوم، صحيفة الأوبزيرفر، قالت أنه بسبب الطقس والأحوال الجوية. نعم، لكن لأن المعطيات في الميدان كانت عكس ذلك. أستاذ شباوي، أعود إليك. أستاذ أمجد بدوره قال الرئيس، أو قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال في اتصال مع نظيره الفرنسي ماكرون اليوم إن الفصائل الفلسطينية تتخذ قرارها بنفسها. رسالة واضحة من طهران في سياق إقليمي ملتهب، ما قراءتكم؟ نعم، هناك عدة قراءات لهذا التصريح. القراءة الأولى بأنهم يريدون أن يثبتوا بطريقة أو أخرى بأن ليس لهم علاقة في عملية طوفان الأقصى. نعم. وأن تم اتخاذه بداخل قيادة العسكرية لكتائب القسام، لم يعلموا به ولم يشاركوا به. أيضا هناك قراءة أخرى بأنه يرسل رسائل بأن هناك إمكانية لتدخل إيران في حال تم تهديد وجودي لكتائب القسام بقيادة القائد محمد ضيف، وأنهم ممكن أن يدخلوا، ليس لهم أي علاقة الآن، ولكن يطلبوا بعدم اجتياح قطاع غزة، لأن القرار اجتياح قد تم اتخاذه. عملية الاجتياح هي مسألة وقت، ليس أكثر ولا أقل. هناك حشودات ضخمة، وهناك أكثر من 300 ألف جندي من بينهم قوات الاحتياط، وهناك عدة سيناريوهات في عملية تدمير قطاع غزة. نلاحظ أن التركيز كان بشكل أساسي على بيت لاهيا، على جباليا، على بيت حنون، وهذه تقع في المناطق الشمالية. هناك تفكير واضح جدا في عملية تدمير شمال قطاع غزة، الذي يعتقدون بأن القيادة العسكرية للفصائل وخاصة لكتائب عز الدين القسام تتواجد هناك. ولديهم بعض المعلومات باعتقادهم بأن هذه القاعدة التي تتواجد أسفل مستشفى الشفاء، طالبوا أكثر من مرة بإخراج المرضى الذي يزداد عددهم عن مئات المرضى الموجودين في هذه المستشفى، من أجل تدميرها والتحضير لعملية الاجتياح البري. أريد أن أنوه هنا، حتى هذه اللحظة بعد 9 أيام، المقاومة الفلسطينية وحيدة في قطاع غزة تواجه الاحتلال وتواجه كل مخططاته. وأن الجبهة التي كان من المفترض، وهناك تردد كبير خاصة من قبل حزب الله، وأن القرار الرئيسي يتخذ في طهران في الدخول بشكل مباشر وليس عن طريق مناوشات حتى هذه اللحظة. وهناك خلافات أيضا في داخل المجلس الحربي الإسرائيلي بالدخول في مواجهة مباشرة وتلقين حزب الله بنفس الوقت، حسب ما يعتقدون وحسب ما يخططون. ولكن نتنياهو يرفض فتح جبهة أخرى، لذلك نجد أن عمليات الرد على عمليات التسلل والقصف المحدود في المناطق، رغم سقوط أكثر من 5 شهداء من حزب الله حتى الآن في المناوشات ورشق الصاروخي والتسلل، إلا أن هناك تردد فعلي في الدخول من أجل دعم ومساندة المقاومة في قطاع غزة.
بالملخص ممكن دخول عدة أطراف من أجل الضغط على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ومن أجل حل الموضوع بطرق أخرى، وهناك سيناريوهات أخرى عرضتها بعض الدول العربية من أجل إنهاء الملف، ومن ضمنها عملية توزيع أفراد كتائب عز الدين قسام وأيضا بعض العناصر، وهذا كان اقتراح وصل إلى وزير الخارجية بلينكين، كما فعلوا مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1982. ولكن هل هذا الطرح ممكن تنفيذه أو لا؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة، وخاصة في عملية الاجتياح التي ستتم خلال ساعات وربما أيام. طيب دكتور أمجد، أستاذ سعيدي، بعثة إيران بالأمم المتحدة قالت هي الأخرى إن قواتنا المسلحة لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها، كيف تقرؤون هذا التصريح؟ طبعا كما هو معلوم أن مثلا هناك أذرع مسلحة في المنطقة تأتمر بإيران ومرتبطة بالسياسات الأمنية الإيرانية معروفة. ولي الآن يتأكد للجميع أن إيران لاعب مهم في الشرق الأوسط، لاعب مهم في الشرق الأوسط أمام دول في الشرق الأوسط سارت في مسار التطبيع، بمعنى مسار التطبيع يجعلك تنسحب من فاعلية داخل منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن إيران في وجود هذه المسارات التطبيع في المنطقة الشرق الأوسط أن إيران تتقدم كمحور مقاومة، وكل محاور المقاومة في الشرق الأوسط يكونوا في فلك واحد، ما يكونوا في فلك واحد. فلذا أن أمريكا تدرك أن أمريكا أنا لا تريد أن تكون واضحة، أن أمريكا لا تريد أن تقع في هذا المستنقع، هذا مستنقع. طبعا هي تريد أن لا تتوسع هذه الحرب، أن تأخذ إسرائيل وقتها في الرد الفعل وفي تحقيق النصر، ولكن هذا رد الفعل القوي ربما، أو هذا رد الفعل الهمجي حتى نصف الأمور أو نضع الأمور في نصابها، هذا رد الفعل الهمجي الذي ربما تعدى الرد على هجوم إلى إبادة جماعية لسكان غزة. أستاذ شقلاوي. نعم، حقيقة هي حرب إبادة جماعية تقودها المؤسسة الصهيونية والمؤسسة العسكرية انتقاما لما قامت به المقاومة الفلسطينية من طوفان الأقصى، وبالتالي هي ضربة تحاول الانتقام، تحاول تفريغ مكبوتاتها الصهيونية الحاقدة، لذلك تضرب الشعب الفلسطيني وتحاول أن ترفع منسوب الدمار والقتل بأعلى درجاته. يعني وفي هذا السياق أستاذ شقباوي، وزير الدفاع الأمريكي أوستن يأمر بتحريك حاملة طائرات إيزنهاور إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون ثاني حاملة طائرات أمريكية تأتي للمنطقة. هذا الانخراط الأمريكي الكبير لنجدة الكيان في حربه ضد فصيل فلسطيني صغير إلى ماذا يرمز على المستويين السياسي والاستراتيجي أستاذ شقباوي؟ صديقي، هم جاءوا ليس من أجل حماس ولا من أجل المقاومة الفلسطينية، هم جاءوا لتغيير خارطة الشرق الأوسط، وبالتالي إرسال حاملتين طائرات و135 طائرة مقاتلة من أحدث الأنواع F-35، وكأنها حرب على حرب ثالثة، حرب عالمية ثالثة. هم جاءوا لتغيير خارطة الشرق الأوسط، وهذا ما سمعناه من نتنياهو أن خارطة الشرق الأوسط ستتعرض لتغيير، ولكن الحقائق على الأرض عكس ذلك. الذي تغير هو إسرائيل ليس الشرق الأوسط، لم ينجحوا في تغيير الشرق الأوسط، لم ينجحوا في حتى لم تستطع أمريكا، وفشلت فشلا ذريعا في استجلاب المطبعين الدول العربية المطبعة. انظر ماذا يحدث اليوم، ماذا حدث اليوم في البحرين، آلاف بل عشرات الآلاف من المواطنين البحرينيين ذهبوا لمناصرة الشعب الفلسطيني وقاموا بمظاهرات، وكانوا يعتقدون أن البحرين خلص هي محمية إسرائيلية، محمية صهيونية، وبالتالي ثار الشعب البحريني. في السعودية
ماذا كان موقف السعودية؟ أوقفت التطبيع ورفضت التطبيع وإلى أجل غير مسمى. الآخرين المصريين لهم موقف تاريخي، الأردنيين الملك عبد الله له موقف تاريخي. إذن في هناك إجماع عربي على منع حدوث نكبة فلسطينية جديدة وتهجير الشعب الفلسطيني، وأيضا يعني أن تكون تغريبة فلسطينية. تذكر التغريدة الفلسطينية في 48؟ ولكن سأنهي كلمتي أن الكبار علموا أبنائهم، وأبنائهم علموا أحفادهم أن نصمد وأن نموت واقفين كما ماتوا آباءكم عندما قالوا مت واقفا يا علي. طيب، إذن أستاذ شقباوي أعود إليك. أستاذ أمجد، نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مصادر في جيش الاحتلال أنه تم تأجيل العملية البرية لبضعة أيام بحجة سوء الطقس الذي قد يعيق قدرة الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة على دعم القوات. هل الطقس يشكل عائقا فعلا أم أن الإجماع لم يتبلور بعد؟ نعم، بعتقد هو الإجماع لم يتبلور بعد. الإجماع في أهداف العملية، هناك خلافات في أهداف العملية، وأيضا هناك زيارة التي قام بها ما يسمى برئيس الوزراء الإسرائيلي في عند الجنود في غلاف غزة، لم يتم استقباله بالطريقة التي كان يتوقع أن يتم استقباله بها، وأن هناك أكثر من جندي قام بالإساءة إليه، وكان هناك معد خطاب له قد تم إلغاؤه. يعتقدون بأن الوضعية النفسية والجاهزية للجنود ليست على ما يرام، وأن هناك مشاكل تقنية، وأيضا أنهم لا يملكون معلومات كافية بوضع المقاومة داخل قطاع غزة، وخاصة أنه بعد 9 أيام ما زالوا يتحدوا وما زالوا يطلقون الصواريخ. ولكن بالشكل الحقيقي على الأرض، للمؤسف جدا أن الحاضنة العربية لا تعمل، وأن الدول المطبعة مع الاحتلال لم تسحب أي دولة أي سفير، ولم تهدد حتى بتجميد الاتفاقيات الاقتصادية. هذا ينعكس سلبا أيضا على القدرة على التأثير على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل بوقف هذه العملية. كل المطالبات التي نستغرب بشكل أساسي أنها تطالب إسرائيل فقط بإدخال المساعدات، وأن المشكلة الأساسية هي وقف هذا العدوان الهمجي الذي يقتل. طيب أستاذ أمجد، لكن فاينانشال تايمز عن مصادر تقول أن نتنياهو أوضح لمسؤولين غربيين أن الهجوم على غزة مرحلة أولى لاستعادة الردع بالمنطقة، ما قولك؟ نعم، هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول هو الاحتلال نصف قطاع غزة والضغط بشكل أساسي على إسقاط حماس وإدخال التفاهم مع أطراف عربية بإدارة قطاع غزة من أطراف ربما تكون أطراف فلسطينية أو أطراف عربية في إدارة قطاع غزة، وأنه لا يمكن العودة لما قبل 7 أكتوبر. لا يستطيع المستوطنين الآن العودة إلى مستوطناتهم في غلاف غزة بوجود سيطرة المقاومة بقيادة حركة حماس. هذه نقطة أساسية. هناك أيضا سيناريوهات بتهجير أهل قطاع غزة، وتم الآن حتى الآن تهجير أكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة، وهناك تخوفات بعودة النكبة الثانية وذكريات أليمة جدا في عام 1948 عندما كان هناك تعهدات عربية بأنهم سيعودون خلال أيام وسيتم القضاء على العصابات والمنظمات الإرهابية الصهيونية أنذاك، وبعد 75 عام لم يعودوا حتى اليوم إلى أراضيهم. هناك تخوفات أيضا من أن يكون هناك مشاريع أخرى في عملية تصفية القضية الفلسطينية، لأن نتنياهو يعتقد أنها فرصة ثمينة يجب استثمارها بشكل كبير جدا، وخاصة أن الرحلات المكوكية التي يقوم بها وزير خارجية بلينكين، وخاصة عندما قام بزيارة أكثر من عاصمة وأنهى زيارته بشكل مقصود للقاهرة، لأنه يعلم تماما أن القاهرة لديها مفاتيح قطاع غزة ولديها تأثير أكبر من أي دولة أخرى على قطاع غزة، خاصة أنها تتحكم بالمعبر الوحيد وهو معبر رفح.
هناك مشاورات خلف الكواليس لوجود مخرج وأيضا لعدم ترك انتصار المقاومة الفلسطينية يتم من خلال كل هذا المجهود الكبير التي قامت فيها الولايات المتحدة، وأيضا هذا المجهود الكبير بعملية تدمير وحشي وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية التي تتم تحت عدسات الكاميرات مباشر أمام المجتمع الدولي. نعم. والمجتمع العربي والمجتمع الإسلامي بدون أن يحركوا ساكن، رغم بعض المظاهرات هنا وهناك التي تطالب بالتضامن مع قطاع غزة، ولكن لم يصل هناك حتى هذه اللحظة أي تحرك أو رد فعل حقيقي عربي من إنقاذ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. دكتور أمجد شهاب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل هذا النقاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستكمال هذا النقاش، ويلتحق بنا لاستكمال هذا النقاش الدكتور محمود خلوف المحلل السياسي من جنين. أهلا وسهلا بك أستاذ محمود. الله يمسيكم بالخير، تحياتي للجزائر العظيمة بمواقفها وتضحياتها ومؤازرتها الصادقة لفلسطين على كل المستويات وعلى مدار هذا الصراع الطويل. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود. إذن مباشرة أستاذ محمود أبدأ معك، وجه مسؤول أمريكي بارز نصيحة لقادة الكيان الصهيوني بضرورة التفكير في العواقب وعدم التسرع في حرب دون بناء استراتيجية خروج، كيف تقرؤون هذا؟ يعني هذا مبني بناء على قراءة للواقع، لأننا نتحدث عن خسائر ضخمة. الاحتلال الإسرائيلي يتحدث ويقر بمقتل 1400 شخص، ثلثهم من الجنود ومن وحدات النخبة ونخبة النخبة، وهذا يظهر كم أن الاحتلال في حال التخبط وأنه لم يكن جاهزا لأي معركة، وأن انسحاب وحدات المتطوعين كان انعكاس لحالة الانقسام التي تبعت التعديلات القضائية الجوهرية في إسرائيل، ألقت بظلالها سلبا على إمكانية أن يخوض الجيش الإسرائيلي حرب على أكثر من جبهة. الآن نحن نتحدث عن مناوشات في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، ونتحدث عن أجواء غير هادئة حتى في الجولان المحتل، ونتحدث عن جبهة ملتهبة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهناك احتمالية لانفجار الأوضاع حتى داخل الأراضي المحتلة عام 48. وبالحديث عن موضوع الحرب في الميدان، نحن نتحدث عن مجموعة من المقاتلين الأشداء، ما لا يقل عن 30,000 مقاتل مدرب من مختلف أبناء الفصائل الفلسطينية. وعندما نتحدث عن حماس التي هي بدأت في هذه المعركة، نحن نتحدث عن مقاتلين أشداء تعلموا فنون القتال والحروب والاستنزاف والهجوم على الخصوم من خلال مقرات كان يعتقد بأنها مقر تتبع للحكومة المقالة، وهكذا كانت تتصرف إسرائيل. ليتضح لاحقا أن جزء من هذه القوات لها علاقة بالمقاومة ولها علاقة بالتحضير للمعركة التي نشهدها هذا اليوم. طيب أستاذ محمود، إذن أعود إليك أستاذ سعيدي. في السياق دائما كتبت الصحافة الأمريكية تحديدا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست على مقالين تحذران فيهما من التبعات الخطيرة لعملية غزو أو لعملية غزو بري لقطاع غزة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن أولا هذه الجرائد هي مرتبطة بمصادر استخباراتية ومصادر أمنية أمريكية، بمعنى لا تنطقوا ولا تكتبوا بعيدا على الرؤية الأمنية والاستخباراتية الأمريكية. الآن مسألة لما يتحدث العسكريون ويتحدث الخبراء التخطيطات العسكرية أن هذا الاجتياح البري كثر الحديث عنه أكثر من رؤيته وحقيقته. الآن في منظور أن جيش الاحتياط كان محل تجاذب سياسي في فترة الانقسام على المنظومة القضائية. في ذلك الوقت كان الطيارين لا يستجيبون للتدريب. نعم. كان عسكريين، بمعنى جيش الاحتياط هذا اللي هو يشكل من الساكنة
موجودش احتياط الناس ساكن، هادو موظفين اطارات اطباء مهندسين، هادو يقدموا خدمات اقتصاديه. الان الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد منهار، البورصه الان عرفت سقوط، بمعنى كل هذا الحشد للجيش الاحتياط عنده انعكاس، عنده كلفه اقتصاديه، بمعنى اسرائيل تتجرع انهيارات اقتصاديه. هذه من جهه. ثانيا ان هذا الهجوم البري، خلف الهجوم البري هم المقاومين اللي موجودين في الغلاف غزه والذين يقتحمون المستوطنات، ويرام تقريبا في 600 كيلومتر مربع، بمعنى المسألة ما بقاش، وفي كل مرة يكون هناك تسلل داخل هذه المستوطنات. نعم. إذن كيف لهجوم بري وخلفه تهديد، خلفه تهديد عسكري، بمعنى المسألة تحتاج. ثانيا فضلا على جاهزية هذا الجيش الاحتياط، أنا الأخبار كلها، أنا سمعت تقارير إسرائيلية في الإذاعة. نعم. في التلفزيون أن نتنياهو لما تحرك، أو أنا قبل نتنياهو تحرك بن كفير الأمدغري، فتم طرده من الغلاف، من بعض المستوطنات طرد هذا المتطرفين وغيرهم. لما ذهب نزل نتنياهو إلى الجنود وأراد أن يلقي خطاب كعادة الجيوش الأمريكية، يذهب إلى أفغانستان وتجمع له قواعد عسكرية ويدير خطاب يشجع، فلم يستطع أن يلقي خطابا وأنزل من المنصة وطرد وتم سبه. الآن في ضغط آخر اللي هو ضغط الأسرى، الأسرى هذا ضغط يشكل ضغطا على القيادة السياسية الإسرائيلية، بمعنى نصح التعبير لا كما يقول بالفرنسي اسمها لا ميتريز، التحكم في العملية البرية راي فيها محل خلاف. أستاذ سعيدي، واضح أستاذ شقباوي، رئيس وزراء ورئيس أركان جيش الاحتلال السابق إيهود باراك يحمل نتنياهو مسؤولية أكبر فشل في تاريخ الكيان، ويعتبر تدمير حماس أمر غير واقعي، هل تتفقون مع هذا الطرح؟ نعم، وأنا لدي أيضا من داخل البيت، نعم أؤيده كاملا وأتفق معه، وأريد أن أطرح عليك أنا مسألة ديالكتيكية ذات أبعاد سياسية وعسكرية ومنطقية. أخي العزيز، هل تستطيع إسرائيل إن دخلت الحرب أن تحسم المعركة؟ هذا واحد. اثنين، هل تستطيع أن تقضي على المقاومة وتنهي حماس سياسيا وعسكريا؟ هي تريد إضعافها في الوقت الراهن. ثالثا، هل تستطيع أن تتحمل الخسائر العسكرية والخسائر في الدبابات وفي الأرواح؟ والشيء الأكثر منطق وأكثر جوهرية، هل تستطيع إسرائيل أن تتحمل أسرى جدد؟ عندنا 1670 أسير. هذا الكلام بخفف من وتيرة اندفاع حقيقة فكرة الانتقام وفتح معركة عسكرية برية، وبالتالي المقاومة بخير كما ترى، الصواريخ تصل منذ لحظات، تغير التكتيك، منظومة التكتيك العسكري داخل القطاع تغيرت، وبدأت المقاومة تنتهج فكرة التمرحل، مرحلية الصواريخ يعني دفعة وراء دفعة في فاصل زمني. شغلة مهمة أيضا، أنه البارح كلنا سمعنا وقرأنا أنه المندوب الإيراني في الأمم المتحدة هدد إذا شنت إسرائيل حرب برية على قطاع غزة ستتوسع المعركة وستدخل أطراف جديدة الحرب. إذن هل من مصلحة إسرائيل توسيع الحرب؟ أكيد لا. هل من مصلحة إسرائيل أخذ أسرى جدد؟ هل تتحمل الجبهة الداخلية؟ الجبهة الداخلية أخي رمزي مقسومة الآن، مقسومة بشكل قوي وعنيف، وتطالب بتحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا الفشل الذريع، الفشل الأمني والعسكري والاستراتيجي في عمر إسرائيل، وتطالب حتى برحيلها أيضا أستاذ شقباوي. لذلك اسمح لي أخيرا، الأمريكان أحضروا 10,000 جندي، الآن في هناك 10,000 جندي أمريكي على حاملات الطائرات، 10,000 مع يساندهم البوارج البريطانية. نعم. إذن أعود لك أستاذ خلوف،
جنرال صهيوني متقاعد قال إن الكيان يخوض حرب وجود، كما خرجت سابقا تصريحات تحذيرية من نخب صهيونية بشأن مستقبل الكيان وما يسمى معضلة العقد الثامن. كيف تقرؤون هذه التصريحات وما تأثيرها على مستوطني الكيان؟ يعني نستقرئ هذا الموضوع ضمن بعدين، البعد الأول استعطاف الغرب واستعطاف أمريكا والحصول على المزيد من الدعم العسكري والأمني والاستخباري والمادي. الأمر الآخر هي انعكاس للحالة النفسية الصعبة جدا لدى اليهود داخل حدود فلسطين التاريخية. ولكن على أرض الواقع، على أرض الواقع للأسف الشديد أن المحيط الإسلامي والعربي لا يعمل لتحقيق هذا الهدف. إسرائيل تستقوي على الشعب الفلسطيني، لأننا حتى هذه اللحظة لم نجد أي دولة إسلامية تهدد بسحب السفير الإسرائيلي أو طرده أو سحب سفيرها في تل أبيب، ما يظهر أن الخطاب العربي وأن القرار السياسي العربي لا زال وهنا وضعيفا ولا زال يعني في نطاق ما هو مسموح به أمريكيا. القرارات لم تتمرد حتى هذه اللحظة على الرغبة الأمريكية والبريطانية، وهذا شيء مؤرق وشيء مقلق جدا. وحتى في قراءة الموقف المصري، مصر يهمها بألا يعني يتم الزحف الجماهيري إلى سيناء، ومصر هي تريد أن تبعد أراضيها عن أي أزمات أمنية أو أزمات إنسانية، لأن سيناء هي عبارة عن جبهة دائمة التوتر بسبب وجود جماعات إسلامية وجماعات تكفيرية. الجيش المصري استنزف جزءا من قدراته منذ عام 2011 في متابعة هذه الجماعات، ولا تريد القوات المسلحة المصرية مزيدا من الأزمات داخل الأراضي المصرية. واضح أستاذ محمود خلوف. إذن أعود إليك أستاذ سعيد. وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي قال إن الزعماء الإسرائيليون والمؤسسة الأمنية فشلوا في حماية مواطنينا، ويجب أن نعترف بألم وبخجل أننا فشلنا. ما رأيكم هنا؟ طبعا هذا منذ بداية الهجوم الطوفان الأقصى، وبعدما استفاقت الطبقة السياسية والعسكريون والخبراء ومع متابعة تطورات الطوفان بدأت هذه التصريحات تخرج منها. طبعا أنا هذه التصريحات نأخذها في اتجاهين، نأخذها في اتجاه هو اتجاه إقرار بالواقع، هذا والذي يؤكد وتؤكده كل التقارير وكل المتابعين، وذلك في اتجاه الصراع السياسي داخل إسرائيل، لأن الآن في أطراف تريد أن تذبح نتنياهو سياسيا، لأن نتنياهو الذي انفرد برأيه وجدت الفرصة، وجدت الفرصة. ولذا نتنياهو من 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 خبثه وذكائه أنه أقحم في الكابينت العسكري في حكومة الحرب، أقحم بعض الأطراف من المعارضة الذي دخلت وتذبهت في بابات أنها وقعت في فخ، بخلاف لابيد اللي هو معارض الذي رفض أن يدخل ويحمل المسؤولية تابقا. الآن في خضم هذه التصريحات، أنا لا أخذها هذه التصريحات الإسرائيلية لا أخذها كقاعدة استشهد بها في درجة، ولكن لابد أن ننظر إليها أن جانبها السياسي أو جانبها السياساوي داخل الكيان في حسابات، وثانيا فيها مسألة أخرى تخديرية للرأي العام، بمعنى نحن عندما نقول هم يعترفون ويقرون كأنها فيها عملية استرخاء في الرأي العام المناهض بلي ولكن سيفاجئوننا أنهم ممكن ينطلق هذه العملية البرية تحقق مكاسب في كيلومتر وكيلومتر. أنت تقصد أنها تطمينات خبيثة؟ تطمينات. أنا الآن عندما نقرأ من اليهود يستشرفون زوال إسرائيل، ما بقناش بزاف وفترات، كما عندنا نحن أن إسرائيل ستزول وحتمية 1027 هذه القراءات أو هذه الأماني نحن نتكلم حماس المقاومة مشاد بواقعية، واقعية الصراع، واقعية الميدان، واقعية الأبعاد، وأيضا واقعية الإقليم، أنها قضية إقليمية ومرشحة. القضية هذه الأزمة مرشحة أن تدخل أطراف أمريكا. هذا الحشد كله كان واحد المسألة، رأي أمريكا تولي بأنها هي سيدة البحر الأبيض المتوسط، دخلت فورد وجت هذه إيزنهاور
مع البوارج مع الغواصات النووية مع كل. ما معنى ذلك؟ لأن بالمقابل أن روسيا كانت تجري في مناورات في البحر الأبيض المتوسط، بمعنى أن هذا البحر المتوسط هو امتداد للقوة الأمريكية، وهذا واحد يأخذه بعين الاعتبار. نعم واضح أستاذ سعيدي. أستاذ شقبوي، في السنوات الثلاث الأخيرة تم تبرير الانخراط غير المسبوق في مسار التطبيع مع الكيان بحجة إيجاد سبل لحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات، فلا المقدسات حفظت ولا الدماء حقنت. هل يمكن القول إن مسار التطبيع قد جرفه السيل بعد طوفان الأقصى؟ أكيد. نعم أخي رمزي، يعني توصيف جميل جدا منك، أن التطبيع فعلا جرفه سيل المقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى، وبدأ أصبح عصفا مأكولا، أصبح شيء من الماضي. حاولوا يا أخي رمزي تهجين العقل العربي، حاولوا تغييب العقل العربي، بعثوا وعبثوا في منظومة النسق العربي وفي منظومة الدول العربية الوطنية، وأقاموا ربيعهم ما يسمى ربيعهم العبري، وحاولوا تحطيم كل الوجود العربي المقاوم، وتآمروا في تونس في مصر في لبنان في سوريا في العراق في السودان في الجزائر، حاولوا أن ينشئوا منظومة مستسلمة، أن يصنعوا سلامهم، سلام القوة، سلام يحقق لهم أطماعهم. أذكرك بما قاله الرئيس بوتين امبارح لنتنياهو عندما ذكرهم أن ما يفعلونه بالشعب الفلسطيني فعله النازيين في الحرب العالمية الثانية مع الروس مع حصار لينينغراد. وهذا التذكير ما فعلوه النازيون ضد الروس، جوعوهم وضربوهم، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ نعم. كانت الانتصار الروسي وسحق النازية. واضح أستاذ شقباوي. أعود إليك أستاذ خلوف. وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية قالت إن سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية بدعم أوروبي وأمريكي، وأدعو لإظهار رفضنا لذلك، ودعت لتقديم نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب في غزة. بدورها قالت وزيرة خارجية النرويج في وقت سابق إن حجم الدمار في غزة هائل، وشددت على أن فرض حصار كامل على القطاع يشمل الماء والكهرباء والغذاء أمر غير مقبول. من جهته أيضا قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاراتكار إن إسرائيل تمارس عقاب جماعي في غزة وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي. هي أصوات إذن من في الغرب وتقترب من إنصاف حق الشعب الفلسطيني، على ماذا يدل ذلك؟ هذا يدل على أن يعني محاولة بايدن وعدد من الساسة الأوروبيين لقلب الحقائق بأنها كانت أمر لا يتعدى الزوبعة داخل فنجان، وأن الحقيقة كشفت، أن الأمر يعني لا يمكن تصديقه لا من خلال CNN ولا من خلال خطاب بايدن ولا من خلال خطاب وزير الخارجية الأمريكي الذي اعتز بصهيونيته ويهوديته، كما أن بايدن قد تحدث على أنه صحيح مسيحي ولكنه هو صهيوني، وأن هذا الأمر له علاقة بامتدادات وجدانية وببعض الأمور التي كسبها عن والده. إذن نحن نتحدث عن بعض الصحوة، ولكن الأهم أن نتحدث أين الصحوة العربية. الأخ كان يتحدث بنوع من التفاؤل عن موضوع التطبيع. نعم السعودية لن تجرؤ على أن تواصل التطبيع، ولكن لم نجد لا الإمارات ولا البحرين ولا المغرب ولا السودان ولا سلطنة عمان ولا دول أخرى قد أعلنت عن قطع العلاقات. الإمارات كانت تتبجح، قالت نحن طبعنا حتى نمنع الضم وحتى نمنع مشروع تدمير الدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية دمرت. موضوع مبادرة السلام العربية التي تم الضغط من قبل 7 دول عربية سنية على الرئيس الشهيد ياسر عرفات حتى يوافق عليها قد أنهيت، وقد تم إنهائها أولا بجنازير الاحتلال دبابات الاحتلال عام 2002، وثانيا بصفقة القرن التي انطلقت من البحرين. وما كان سيحصل لولا هذه الحرب كان تطبيق الجزء الأخير من صفقة القرن
وأخشى أن يستمر العرب بهذه الحالة من عدم الاتزان ومن عدم الواقعية ومن عدم النظر إلى الشقيق بنوع من الرأفة والواقعية. طيب أستاذ خلوف، أيضا حتى نمر في الأسئلة، أيضا ميدانيا أكدت منظمة العفو الدولية استخدام جيش الاحتلال قنابل الفوسفور الأبيض المحظور دوليا في قصف قطاع غزة المكتظ بالمدنيين. إذا الاحتلال يواصل جرائمه دون رادع، إلى متى؟ هذا الأمر ليس بالجديد. الاحتلال استخدم هذا النوع من القنابل في عدوانه وحربه عام 2014 2016 في عام 2020 21، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم متابعة هذا الملف من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الجنائية الدولية على كفاءة عالية تشعر قادة إسرائيل وقادة الجيش بأنهم مهددون. إذن نحن نتحدث عن اختلال بالموازين. عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، الفلسطيني يهاجم مع أنه بموقع الدفاع عن النفس دائما، وحتى الهجوم الأخير الذي نعيش لحظاته نعيشه الآن هي كانت العملية بموقع ردة الفعل، لأن إسرائيل قد شرعت عمليا بالتقسيم الزماني وقد بالغت كثيرا في الاعتداء على حرائر فلسطين وبالسعي إلى منع الصلاة على المسلمين في الأوقات التي تتعدى الأوقات الخمس، بمعنى لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى صلاة الضحى، ولا يجوز للمسلم بأن يقوم بالاعتكاف حتى في رمضان. المقاومة الآن تنتصر بجميع تشكيلاتها إلى الحرائر في القدس، إلى الذين يريدون أن يعمروا المسجد الأقصى، إلى الضحايا على مدار هذه السنوات الطويلة. المقاومة الآن تنتصر للأحرار الذين خرجوا في شوارع الجزائر وشوارع الكويت وفي الأردن وفي إيران وفي أفغانستان وفي أندونيسيا، وعلى حديث وفي سياق الحديث أندونيسيا للأسف الشديد كانت تتغنى إسرائيل بأنها قد اقتربت كثيرا من التطبيع. ولا بد من توجيه رسالة أيضا إلى دولة شقيقة مسلمة عربية حتى لو أنها لم تكن عضوة في الجامعة العربية، رسالة إلى الأشقاء في تشاد، اصحوا، تأكدوا بأن التطبيع لن يجلب لكم لا الرفاهية ولا الاستقرار ولا التنمية ولا التكنولوجيا. نحن أمام مجتمع إسرائيلي عنصري يكره كل ما هو عربي، كل ما هو مسلم. واضح الرسالة وصلت أستاذ خلوف. إذن أستاذ شقبوي، من جهتي قالت منظمة الصحة العالمية إن 55 عائلة أبيدت بأكملها في قطاع غزة نتيجة القصف الصهيوني. هذه الأعمال ترقى إلى جرائم حرب، لكن لا رقيب ولا حسيب على الكيان وأفعاله الشنيعة. يا صديقي، إسرائيل تشعر أنها الدولة الوحيدة التي تتصرف أنها خارج القانون وأكبر من القانون وفوق القانون، وبالتالي هي تعربد وتضرب وتقتل دون حسيب أو رقيب. نعم، إنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا تخضع لقانون الجنائية الدولية ولا تخضع لمجلس الأمن ولا للأمم المتحدة. انظر، هناك أكثر من 2680 قرار اتخذت لم ينفذ منها قرار، لم ينفذ منها قرار، من دون الحديث عن حق الفيتو الذي يستخدم ضد فلسطين في كثير من الأحيان. نعم. إسرائيل لا تفهم إلا القوة، إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وما قامت به كتائب القسام هو الرد الحقيقي على هذه الغطرسة وهذه العنجهية. وأنا البارح ذكرت لجدعون ليفي أن المقاومة طوفان الأقصى كسر وضرب الصلف الصهيوني. طيب أستاذ سعيدي، سؤال أخير في سياق سلسلة. حذرت منظمة الصحة العالمية من كون قطاع غزة أمام كارثة حقيقية ويحتاج مساعدات عاجلة. ما المطلوب من المجموعتين العربية والإسلامية في ظل صمت العالم وازدواجية معاييره؟ طبعا منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الحقوقية والإخاتة، ونحن نرى أن حجم الدمار وحجم حاجة الشعب الفلسطيني في غزة إلى مساعدات عاجلة، ليس فقط مساعدات غذاء، عاجلة خاصة على المجال الاستشفائي والأطباء، خاصة أن هذه الحرب، أن هذا المجرم الصهيوني بوحشيته وعدم إنسانيته
أنه يتم المستشفيات يضرب طواقم صحية مثلا عدد الذين استشهدوا من طاقم صحي كبير. أما هو مطلوب الآن؟ أنا هناك حملات الشعوب واقفة مع حملات الدعم، وهناك الدول تسخر الدعم، لكن المسألة مسألة الدخول إلى قطاع غزة. شكرا. الأمر يتوقف على هذا المعبر، معبر رفح. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن سعيدي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا دكتور صالح الشقباوي الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، وأيضا أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور محمود خلوف المحلل السياسي، كنت معنا من جنين. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، وشكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.